صيام يوم بعد عشراء، هل صيام يوم بعد يوم عشراء أفضل أم قبله؟ قال العلماء صيام يوم عاشوراء إما أن يكون مفردا أو يصوم معه التاسع أو يصوم معه الحادي عشر، ويمكن هناك صورة رابعة أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فيصوم ثلاثة أيام من الشهر. والأفضل إذا كان لا يريد أن يصوم إلا يومين، الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر دون العاشر والحادي عشر. لكن في هذا العام، يعني عام 15,400,000، اختلف الناس، لأنه لم يصل الخبر، يعني خبر ثبوت الشهر، إلا متأخرا. فبنى بعض الناس على الأصل، وهو أن يكمل شهر ذي الحجة 30 يوما، وقال إن اليوم العاشر هو يوم الاثنين، فصام الأحد والاثنين. والذين بلغهم الخبر من قبل عرفوا الخبر، وأن الشهر ثبت دخوله ليلة 30 من ذي الحجة، فصام يوم السبت ويوم الأحد. وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمضغه. فهذا الحديث قال أبو داود إن مالكا رحمه الله، وهو مالك بن أنس الإمام المشهور، قال إن هذا الحديث كذب، يعني مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصح. والحقيقة من تأمل الحديث وجد أن فيه اضطرابا في سنده، وفيه شذوذ أو نكارة في متنه. أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم، ومن شاء أن يراجعه فليراجع. وأما الشذوذ في متنه والنكارة فهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على جويرية بنت حارث فقالت إنها صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري أنه أذن في صوم يوم السبت. وكذلك ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول يصومها؟ قالت: يوم السبت ويوم الأحد، يوم السبت ويوم الأحد. فثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن يوم السبت أن صوم يوم السبت ليس حراما. والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به، فمنهم من قال إنه لا يعمل به إطلاقا، وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفرد، لأن الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا يبنى عليه حكم الأحكام. ومنهم من صحح الحديث أو حسن الحديث وقال إن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط، يعني أن يفرده دون الجمعة والأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: إذا صام مع يوم السبت يوما آخر فلا بأس، كان يصوم معه الجمعة أو يصوم معه السبت. وكذلك نقول: إذا صادف يوم السبت يوما يشرع صومه كيوم عرفة ويوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه، لأن المراد أن تصومه لأنه يوم السبت، أي تصومه بعينه لا بما صادفه من الأيام التي يشرع صومها. نبهت على ذلك لأن بعض الإخوة سمعت أن أناسا صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا، وهذا في الحقيقة مجتهد، لكن ليس كل مجتهد مصيباً.